سميتي فتيح الهوز، كنسكن في المدينة القديمة في درب الفرناطي رقم الدار 4. الدار هاد رقم الدار 4 هي اللي كنت استفدت فيها، كنت كارية فيها مدة 12 عام وأنا كارية فيها، يعني اللي كنت كارية ماشي با. جمعت الريسي ديال الكرا، عندي الريسي ديال الكرا، جمعت الملف، درت توجيه، جمعت الوثائق كلهم ديالي. هو ما نقولش بان با ما كان دار والو، انا من نهار اللي كنت في حي السوالم جاوت اللجنه ورايا قيدوا با. الساعه اللي قيدوا با ملي جيت انا عطاني الريسي ديال الكرا، با قال لي ما كاريش كاريه بنتي. با كان دار واحد الالتزام ضرب لي عليه السي مصطفى القيد، قال لي عطاني الريسي، عطيتو الريسي ضرب لي الالتزام ضرب لي السي مصطفى القيد، قال لي هذا الريسي راه الالتزام راه فاتحه اللي كاريه. جمعت جدت الملف كامل جمعته، قادت الامور ديالي، خلصت 5 المليون، خلصت مليون ديال النوطير. ملي مشيت ملي جات القرعه، جا الموظف في البلديه، جا واحد زينون خدا ليا لاكارت ديالي بغى يقيد ليا، واحد حداه قال لي ما تاخذش ليها لاكارت ديالها. قالت لي علاش فلان؟ قال لي لاكارت ديال باك. ملي عطيتو لاكارت ديال باك قال لي بغيت ناخذ الكنيه والسميه. من الهوس عائشه اللي خدت فاتحه الهوس اللي طعنت في ظهرها من دارها، هي اختي هي اللي ضاربه علينا التماره، هي اللي هزتنا في الصغار كامل، هي اللي خدامه علينا، عمر با ما خدم علينا. يعني با كان مريض وكان راجل كبير، واللي ما طعنها واحد الانسان موظف من بشويه، طعنها من دارها لاساس خوها جرى عليها من دارها، شرد هي خو هي وخويا اللي مريض جرى عليهم الزنقه باكين في واحد الدار لا يلتدر. يعني انا با ما كاريش وما عمرو ما كرا، يعني اختي كلشي ديالها، ودابا كتهدد براسها باغا تحرق راسها وباغا تشعل راسها في تشعل في راسها العافيه لو وقعت لاختي شي حاجه. راه من هذاك الموظف انا عارفه شكون هو، توقع لاختي شي حاجه راه ما نتخلاش عليها باش ما كان. وهذيك الدار كنتمنى من المسؤولين، نتمنى من سعاده الباشا يطاف بالحق ورجع لاختي ديالها، راه حتى حاجه راه طعنوها وراه حقروها بزاف. دوزوا ليا الدار لبا، مي دوزوا ليا الدار لبا. دابا انا حاليا متشرده للزنقه، مشى خويا جرى عليا من الدار، ودابا انا متشرده للزنقه لان انا كاريه بيت مع الجيران اللي هي داري مخلصاها وجا مع وراقيها. ودابا اللي حد الان كنطالب في سعاده الباشا، في سعاده الملك، وفي المسؤولين. هالمرقاطع غنحرق راسي، راهي الا ما دارش لي حل في هضره مدة لمده سيمانه انا غنخوي المرقاطع على راسي وغنشعل فيا بريكه، والله يجعل تقليدي على داك الموظف اللي في الباشاويه. انا مزوقه فيكم الا ما داروا لي حل هالمرقاطع اللي غنخوي، غنحرق راسي الا ما دارش لي حل مده هاد السيمانه، انا غنحرق راسي. لان هي داري ما تعمدش، هي حاطه عندي في البيت، لان انا ما تعمدش على دار با وبغيت ناخذها، لان الخلاص في سميتي، سولو الخلاص في سميتي، ريسي الكرا في سميتي، النوطير ديك الورقه ديال دار الضريبه في سميتي، الملف اللي في العمران، الملف اللي في العمران راه في سميتي. التزام كان دايرو با الاساس، حيت انا ما كنتش ملي دار با التزام، انا ما كنتش ملي جد ضرب لي يعني السي مصطفى القايد، مصطفى القايد الله عمر لي الدار، هذاك السيد الله يعلي درجته ضرب لي عليه، قال لي اه هالريسي ديال الكرا ديالك انا غنضرب لك عليه. ودابا انا كنطالب في المسؤولين في هاد رمضان، في هاد رمضان الا ما تعطانيش حقي ما ترجعش ليا داري راني غنحرق راسي. والله يرحم لكم الوالدين، شوفوا فيا لوجه الله. شكرا على المشاهدة، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.